في هذه الحلقة وضيف تعرفوه وتستمعوا إليه في قناة الفراعين، تعودتم أن تشاهدوه في الاستوديو وفي برنامجه مصر اليوم، وهو يصول ويجول بين تحليلاته السياسية وتوقعاته التي حدثت جميعها على مدار العام الماضي، وكأنه كان يقرأ من كتاب طالع مصر ومستقبلها. شاهدتوه وهو يقود المليونيات التي تخطت 13 مليونية، شارك فيها ما يقرب من 8 مليون مصري ما بين العباسية والمنصة والإسكندرية والأقصر وأسوان وبورسعيد، وانتهت بمليونية رفض وجود وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في مصر أمام الفور سيزون، بوصفها ممثلة عن الحزب الديمقراطي الأمريكي الذي تبنى وصول الإخوان المسلمين للحكم. وامتد